يا امين يا رب. اجل يا خلاص شو انت في معبرك حسن تخوط الله يستر فهد ويدا. نعم السلام عليكم. انا مش معنى يا لك ما بينش ما كاينش البارك ضربوا بدوك الصبابط وضربوا بديك الشيته كون جاتلو فراسكو تفلقو. اقسم بالله قال ياسين حدايا في الكاميرا منين تشوفو واحد الطوموبيل ولا جا على رجلي قالو زيد عطاش ديالي ودخلني عليه. ايوا شوفي هانتي والله العظيم هذاك قال ياسين قالو منين تشوفو في الكاميرا دخل عيط لي عليه وديني عندك. اصلا والله الا معصب عليا والله صافي هادشي هذا بسار والله الا بسار وحق الله. وعرفتي وصى عليك ياسين قالو حيت تشوفو في الكاميرا عيط لي وديني لعندو. اش غير ما عطاك ولا يا شنو واش تحساش باش ما نعرف والله ما حسش شي حاجه ديالك واش ما مسخخ ومهلو وما كنحمل ليه هضر معايا وكتبغي تهضر معايا في هذا الموضوع ديال الحصه وكت ولا كيطلع عليه الدم كاع داك الحس اللي كان نشدو فيه ونضحكو فيه وما ردش علينا دابا هضره جوج كيعطيك كيلقمك والله الا كنتي قبيلتي تيجي حتى شوفي كيف ولا ايوا تايا ولا معصب حتى ما بقيناش كنقدو كنقولو لا تصاح مع حسانة فعلا ديال الحبسة ولينا ساكتين بعيدين منو صافي اللي بغا يديرو يديرو شغلو هذا. ايوا يا وليداتي على خطي قال لك مع كي تيقول الله نجينا من الجاية وما بقى صانتا تكون دار. الله يسمعوا السيدة الله يعطيكم انا راه منكم ونلحمكم ما تفرطوش فيا حسانة ما تخشيش تضيع الوالد اقسم بالله. كاينش ولدي اللي هذا الضيق ما عرفتش الضيق كنحس بكم انتم ما ضيق كاينش ولدي اللي تصرح انت والمرا ديالك ان شاء الله. انا حاجة وصية نعطيكم اليوم وغدا
والله هذا غير موضوع معايا ديوني نشوف اذا كان شي حاجه الناس يقولوا لكم اذا كان فقيه ما كاين ما احسن من الرقيه القران كاين شي واحد يدير الرقيه كاين شي واحد يدير ديك التعويذة كاين هذاك الشيء كاين كاين شي حاجه نديرو بالتعويذ شكون غايب والله اذا كانت الرقيه نديرو الرقيه غير الرقيه بعدا ندير ان شاء الله ويدير الله اذا كنت كاين شي حاجه راني كليتها اذا كنت قولها على ابو مكنيت ما معقول يدير ما هي مسكينه ما وصلتني بوالو ايوا الكلام ديال المعقوله ولدي ايوا حتى حاجه فراش ماشي عادي دوز لا لا شي ماشي ديال تدوز لا لا صحتي انا دابا هكا ما تنحس بوالو ولكن عقلي والله الوالده عطيتي بابا بزاف ديال الناس وهاد المشاكل لا بزاف ديال الناس كومونتيرات ديال داك السحور اللي كان لقى ديك النهار حسن حفصه تخطاته والله العظيم تتبين لي لاحظوا هكاك داك السحور عاد ولا دابا كيبان تنقول لهم ديما وحلو هو بيدو لي حلو حفصه تخطاته وعينا معاه الا كانت من عند الله مخباليه ولا كانت من العبد ولا هو متابعين تابعين بلا عبد الله داكشي اللي كاين حتى دابا تاعك ما تخلعنيش الله يبارك وديت انا راني مريضه تيخلعني وتيزيد يخلعني راني مريضه تاينا في الصحه ديالي صافي دار الله عمري رفيع داكشي اللي كاين بنتي صافي كما كل ما صافي اخر كما داكشي اللي كاين الا راه كان مريض راه حاس براسو القرآن القرآن اما داك الشيء تزوري ولا تمشي ما كاين ما احسن من الرقيه وكلام الله هذا هو اللي زوين انا غادي الشريطه ديالي دابا تما تعشى بعدا حقي غنمشي غادي تمشي لحسن الله غنمشي للقهوه عند الدراري وصافي نسمعهم ايوا عندك تمشي عاوتاني لشي بلاصه لا ما غادي نمشي غير ملي غير بعد راه ما غايقولك شي خويا انا واخا راني حلفت قلت ما انا منين ضربك البارع وجري عليك قلت انا ما غاديش نهضر عاد مع تايا انا والله الوالده ما كتهضر معاه قسما بالله ما تتكلم معاه منين ضرب مني جري عليك ما بغات باش تشوفوا الكبده منين ضرب حسن كنقولها لا نربو انا وياك قلت انا ما نهضرش مع سامي نضرب حسن والله القصه ماشي هو هو اللي خرج هذا هو اللي غيخلي المشكل ديال الصوت ماشي هو ما تفوشونيش اقسم بالله وصل هنا ملي كنت الناس راه ما دايرين لي حتى حاجه ولدي داكشي اللي قلت لك انا ما انت ولدي تات ولا كان شي حاجه غير ديوني ودا وقفوا معايا وصافي راه ما ماشي هو هذاك انا والله ما هو هذاك راني عارفه ولدي راني عارفه بنادم تاعي بصح الناس باغي يقول لي راه انتم ديروا لا لا ولدي بالله راني ما نوقفوا معاهم والله وليداتي حتى باك ومحمد ما تنهضر معاه في السبه ديالهم والله ما تنهضر كل مره يحيي عليه كل مره يجري عليه كل مره عاوتاني انا عندك تمشي لشي بلاصه ايوا سير واش راه البرد عليك ولدي برا واش عندك ما انا غنحلوه اش الحاجه قالك الله ما يدير ما تبدا على برا ولا لداخل هذاك الشيء اللي كاين ايوا الله يدير الخير وليداتي هذا الشيء اللي كاين شي خبر ديال امين 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 امتى هذا الشيء اللي غادي يقول عطيه انا حفصه في هذه الحفصه والله ما حفصه مسكينه والله ما تستاهل حفصه هذا المعنى هذه الكلام بلا عار ما عمرها مسكينه قالت شي كلام ديالها اللي يخسر الخاطر ما تهضر ما تقول زينه ولا خايبه ما عمر مسكينه قالت شي كلام اللي وصلت هي والحسن لها الدرجه كاع والله كاع الناس كيتخاصموا ولا كنت يتصالحوا تايدي ما كيعرفوش كاع شنو كان ها والله الا بيناتهم ايوا بنتي اش غنقولك الله يشافي الجميع ها هو خلعني دابا غادي زيدي مرضني راني مريضه وغيزيد لي مرضني ما تخلعينا حتى شي حاجه دابا ان شاء الله ترجع الميال للمجاري ديالها دابا ان شاء الله غادي يطلعوا عند حفصه حتى هي الله يهديها ونحزروها ونحزروه حتى هو الا كان يعني مستعد باش يتصالح حتى هما نجمعوهم ونصالحوهم ايوا تفهمنا من هذا الغضب هذا بيناتهم هو يمشي دابا هو قالت دابا انا مريض يدير له بنادم بعد هذا الرقية ويدير له الرقية ولا شي حاجة أخرى ما كاينش إيوا بنتي تالعين تالعين صعيبة تالعين حنا راه كنصبو عشان هنا المتتبعين حتى جات خلينا عرفتي راني قالك عمي دير شوية دجاج إيوا راني كنصب الدجاج فصلت الدجاج وكنصبو
شغنقول لك يعني هادشي هذا كي وبابا راه غير في البيت ديالو خدام ما خرج من حتى شي حاجه. انا ليلى دخلت على قلتي لها هادشي دخلت على كلشي قسما بالله ليلى دخلت ما عرفت هي ما هي ما كايناش معنا في الدار وبزاف ديال الناس فاش حتى انا واحد الفيديو الوالده قال لك راه فاش كنت انا متفجره عليه الحسن ديك الليله قال لك راه كانت ايا راه سمعنا الصوت ديالها في الدقيقه 10 فاصلة شي حاجه. المهم انا غنهضركم باش هما تسمعوا ترجعوا وتشوفوا ديك الدقيقه هادوك ماشي ايا والله ما راه كون كانت معنا حنا كاع داك الكلاخ زعما غتكون معنا ايا وحنا ممثلين عليكم وخلينا صوت ايا زعما عمدان صافو كانت معنا ايا. دابا حنا قربنا البانكو ودا شي دري صغير وكيدوق ديك الزواق ولا ما نعرف ولا كانت شي حصه معنا ولا كانت ايا معنا ديك الليله ما عرفتش ولا كانت راه الا الله كنحلفوا لكم به الا شي حاجه اخرى ما نزيدوش نحلفوا بها. يا وليدي تاع الا كان الله خير ما نعرف ايوا والله حتى حاجه وليداتي ما تنضربوها عليكم الله يعني داتي تطبق هذا هي دوزات لي الصابون زعما دوري ندوز لك قالت لي بلاتي يكب واحد الطاسه هي طايبه هي ديك الطاسه كتمشي في الروبيني هي كبات عليا وما تكتبش وانا تكون عيالات في العاده تنقول لها مي وين راه مشيت فيها كلها تسلخت كلها السلسله دايره السلسله في عنقي ديال الذهب شدات لي داك الشيء كامل سلخ لي وهذا كله سلخ لي والعيالات مساكنه في البيت اللي جايبه داك الدواء ديال ما عندهاش نوريكم التبان راكم عارفين ها انتما الجوده فين كتبدلها والله الا عرفتي بحال الحنشده ايوا هنايا هنايا ظهري عندك هنا الحد والله وليداتي تما خرجنا صافي وتغيرت من داك النهار وقلت يا ربي تخرج هذا الشيء على خاطر كنشكر خالتي الغاليه مسكينه مولات الحمام كانت عندها بيافين ما طيشه عليها في البلاصه طينا لها بيافين وداك الدواء ديال السنان الدواء ما خلاوش ايه ما خلاو ما داروا ليا زعما الناس راه ما نساش الخير ديالهم مساكين الله القسم وتا يبقى يولاها تا يبقى يولاها هذا الشيء مع الدخله شي دواء يستر بحال مي تكون تبع شي فضيحه مي تكون تبع شي فضيحه غير كي قال هذاك عطاها دارك وسير وداخلين ضحكين ناشطين عرفتي ما نقولش لكم داخلين والله الا الدخول ديالنا غزال وهادشي ذاك النهار ناشطين انا والزهر وكانت معنا حتى حفصه عرفتي الزيت جينا من الطاسه هذيك الساعه حنا عند قيصر مدينه باش قلنا نمشيو للحمام بكل شويه حالتنا ايوا الساعه الله يسر بدخولنا تقول داكشي راه تايعاينا ايوا الميدا الله تما كاتب الخير وصافي داكشي اللي وحده 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 الله يهدي الباس امين 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 يهضر معاها ان شاء الله ان شاء الله يا ربي دابا ربي يطفي الغضب ان شاء الله الله يشافيه وقال لي حسن صبور قال حسن دابا نهضر معاه ودابا صراحه خص حسن لا لا حسن ان شاء الله حسن هو اللي غيتكلم بهذا الشيء ايوا هو قالت مسكر انا مريض راه ماشي لخاطري ايوا الله يشافيه ويشافي الجميع هادشي اللي كاين ايوا الشيء اللي كاين ايوا ديالنا دابا ايوا سمعينا هو ايوا راه تلفا والله العظيم الا تلفت تلفت والله الا تالفه ما عرفتش واش نهضر واش نسكت واش تغير ماما ما كنقدوش على شي مشكل اللي كيكون في الدار كتجيك بحال كتجي بحال الداري فيك بحال راه الدار كلها كتغير كيكون الواحد كله مخربط هو في الحسن اول واحد في الدار واخر واحد يتقلق يتقلق دارني انا فيه العجب عرفتي كنوصلوها فيه العظم العظم شي طنطا شي يبنا بقينا عليه ديك الدار خايبه بدنا عطاونا المتتبعين ديك الدار بقينا عليها هذيك خايبه عرفتي كنوصلوها للعظم كنخرجوا ناكلوا شي حاجه تنقولوا لنا كناكلوها تنحوها كنقولوا هذه ما عجبتنا ويصبر مسكين ونمشيو معاه ويدينا بلاصه اخرى ولكن المتتبعين تنقول لك صبار خدنا هادي انت زقرا انت داير هو تيشري لنا حنا وحنا كنا عاطين فيه هو تيدير وحنا عاطين فيه ما عرفتي ما نقولش لكم دابا تقولي له غير كلمه يلا تيشري عليك قالت نقول له غير زعما خصك تقول شوفي داك الشغل ماشي ديالك قالت داك فوق راسك صافي قالت داك الشغل ماشي ديالك وين حنا زعما كاخوه وهادي راه ما تحلاوش على بعضياتنا والخايب
ما شنو يوقع. ايوا نتمنى انتم المتتبعين تدعوا معنا والدعاء ديالهم راه شي حاجه اساسي. مسكينه مرا كتعاود الله يحفظها كتعاود لها هذيك اللي تايدا قلت لك دوا السنان ها حصه مسكينه دادا دوا كل شيء بطاطا بيضاء واحد النهار حيناك على وليداتنا ما حكينا ما والو والله ما حكينا الله يمشينا من الجايات وكاينه مسكينه الغاليه الله يستر عليها مولي بقى مسكينه الحمنا ولا العيالات كلهم مساكين الله يكثر خيرهم هذي يدير ما طيشها تيحفظها والله القسم قال لي واخا تجي دابا شري الدواء هاك يسماو ذاك الدواء يا فيل ذاك يا فيل قالت لي سبحان الله العظيم عرفتي وكيلو معايا الحمام وراك ما عرفتي دوكي تهدر البرد الشتا والبرد وفاش تحرقت عطاني ربي امي واحد العافيه العافيه عطاها لي في الدات ديالي كنقول فاطمه تهدر كبي ما بردك كبي كتقولي نزرة لا لا غندفي لك شتا ما غادي ما تمرضي تحتاج تهدر ربي واش توما بغاوش يرميو عليا الماء باه اش درت قسما بالله خرجت لديك خرجت لديك الجلسه الثانيه ديك كيكون فيها واحد البلاصه كيشربوا فيها العيالات حلني ضربوني وتمشيت تحتها وبقيت كنبرد 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 اما حليمه عرفتي صافي بديت نموت واحد الله طلعوا الحرارة الدموع كنقولوا معتقوني راه مشى ليا وجهي ولا ما عرفتش حيت فاش رميت الطاسه هكا جاني هنا جاني هنا وجاني في داري وجاني هنايا كلشي تسلخ عليا عرفتي ما نعاودش ليكم راه ما كنبغيوش نشكي والله ما كنبغيوش نعاود لكم بحال هادشي الخايب والله ما كنبغي نبارطاجي معاكم فاش وقعت لي قلت لهم سكتوا من الخير هادشي هذا خرج من الخير صافي ما عرفتش هادي وقع ربي منين خرجت هكاك وكنت تخيلوا معاكم صفر ميت على وجهي على وجهي مشى ليا وجهي مدى الحياه طار لي الله يستر شي عين ولا ما عرفتش شنو وقع ليا الحمد لله على كل حال خرجت لي سلامات الله يجعل ربي خرج لنا كاملين سلام حاضر ما كان كل ربك هذيك سلطه كل شيء مع دابا الحمد لله وراه ما الا ما حيديها عرفتي دابا السلسله في عنقي نسيتها مع داك الحر بقاو الناس كيطلعوا لي داك الشيء وما نسيت السلسله نسيت خاص السلسله شدات سخونيه ودخلت لي في الحب عرفتي لا السداده هنايا ولا هنا ولا هنا كلشي داكشي دخل عليا المهم الحمد لله الله يبعد عليكم البلا وليداتنا الله قسم ما كان يهم دابا تفاصا تيصرصر في هذاك الماء طايب هي ما رضتش البرد يكبر يبدا يغلي حاجه طيب تاعك بوقت ومنين طلعوا داك الصابون داك الشيء هز ديك الطاسه يا حليم وهي تخويها عليها كواه وهي تنوض وهي تغوت ايوا العيالة طيب الدوايات هاللي تدير مسكينة ما طيشها هاللي تدير الزيت الرومية هاللي ايوا الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم الله يسترهم وما تبعش لحسن شوفي واش مشي ايوا نوضة بدي نشوف انا عارف داك ما يكلاش وهاد ما تعطيش ليها شكل 13 واخا زعما دار داكشي الحصه ولا بقى فيا عاوتاني هو وجا جا ما كان لا مينش كان شي ماتش للكره وجا مسكين عرفتي الجاكيطة ديالو بهذا مع الدراري كيكملو الكرو قلت له الحسن مالك واش خميت قلت له واش كميتي شي درو بقى كيضحك قال لي واش انت حمقى قلت له عرفتي راه الريحه علاش حيت ديك الجاكيطة ما حيداش شي ثلاث ايام ولا غير الدخان ما يقدش واخا زعما يتغدد واخا ما ماشي ماشي شي واحد مبني نهائيا الريحه ديال داك الشيء ما يحملهاش قال لي واخا نتطعن قال لي حتى داك الشيء كاع حيدين بالك قال لي واش خفتي تا خفت اخويا حتى شي بلي انت مغير قال لا لا والله الا الجاكيطة ما بغاش يبدلها تا هو وصلت فيه العظم والله الا بقات فيا كنبغي نجينا من الجايات اجي طلعوا علينا الوالده واش مشى كيكون ان شاء الله تي واش غيجلس لا لا كون ان شاء الله لا لا ما كاينش والظلام ما تيجينا معاه الليل ومعاه الله يلا تيجينا معاه وليداتي دعوا معنا الله يعطيكم دعوة الخير وإلا تانا راشي تنقولوا لكم وش إلا وش إلا مع بابا كان الا رجعت نبطل غير التليفون ونمشيو ويجي غايدا تحاول كاع خليو له العشاء ويجي تعشى في البيت ديالو صافي نطيو صافي يجي تعشى ايوا دعيو معنا وليداتي الله
الله يخرج هادشي على خير، الله يعطيكم الرضا، والله يخرج عليكم ايامكم زينه ان شاء الله، وليداتكم وليدات وليداتكم ان شاء الله يا ربي. امين. ايوا المتتبعين دابا نقول لكم الله يخليكم وسمحوا لينا، وهادشي ما كاين ان شاء الله يا ربي. يلاه مع السلامه. السلام عليكم.